الثالث. خلينا نشوف طبق الثالث شو معنا. مكونات: معكرونه فرفله مع جبنه الموتزاريلا، 150 جرام جبنه موتزاريلا، 200 جرام بندوره كرزيه، 100 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 30 جرام ريحان، 20 جرام صنوبر، 30 جرام زيت زيتون، 100 جرام ذره صفراء، 100 جرام افوكا، 150 جرام معكرونه فرفله، اوريغانو رشي، ملح حسب الرغبه، وفلفل حسب الرغبه. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا اليوم رح يكون عندنا اليوم باستا من غير صلصه البندوره، رح يكون عندنا البندوره الكرزيه اللي رح نقصها، رح يكون في عندنا صنوبر، رح يكون في عندنا جبنه الموتزاريلا والذره الصفراء، وكمان رح نحط لها حبه افوكا حتى تعطيها طعم مميز. الفرفله مشاهدينا، الفرفله هي اسم باستا اللي هي تجي بشكل فراشي، هون اذا بنشوفها بواسطة الكاميرا هي اسمها فرفلي، بس تروح على الماركت تأكدوا لنا شكلها مثل شكل الفراشي. بتشوفوها أكيد بالماركت، في منها ملونة في منها لون أبيض. نحن هون عم نسلقها، وأكيد بدنا نشوف كمان عجينة الرقائق اللي حطيناها بالفرن لازم تكون صارت جاهزة. هون نحن لحظة تجيبكم هون كيف صارت عجينة الرقائق، صارت جاهزة بهالشكل. شوفوا هالمنظر حلو، خليها تبرد شوي صغيرة، سخنة ما بيأثر، ننتبه دايما على ايدينا هون كمان الصلصة بنحركها شوي، صارت جاهزة طعمتها كثير طيبة، رب البندورة مع السكر مع الزبدة مع الكريمة الملح والفلفل، يا سلام. وإذا بدكم هيك شوية زعتر بري على الخفيف كمان بتعطيها نكهه ولا اطيب. والباستا عم تنسلق، نحن بهالوقت رح نباشر بتحضير الباستا. هون رح نعمل باستا سريعه، بدنا نحن مقلات، رح يكون عندنا هون مقلات جاهزه، عظيم. البصل هون رح نفرمه فرم ناعم، بس كمان نحن بهالوقت بدنا نحمر صنوبر، صنوبر لتطلع طعمتها طيبة. هون البصل نفرم، ننتبه دايما على صابينا، كمان بنعمل مزبوط. كمان عندنا الثوم، يعني اليوم طبق كتير طيب كتير سهل. هون الثوم رح اعمله الى شرحات كمان رفيعه تيكون عندنا ظاهر الثوم، والبندوره الكرزيه رح اقصها، حرك شوي صنوبر، شفتوا بس يكون الزيت بارد، فينا نسيطر على الصنوبر قبل ما يحترقوا، ما تحموا الزيت ابدا، دائما خلوه على البارد. هون البندوره الكرزيه رح اقصها الى نصفين، الى بالنص او بالنصفين، هون لكن نحن هالبندوره رح تشوفوا كيف رح تطلع اليوم هالباستا كثير طيبه. رح نطبق نحن هون على الصحنين، طبيعة وحدة، شفتوا الصنوبر كيف مشاهدينا بلشوا يحمروا، لاحظتوا كيف؟ يا سلام. هون نحن بس احمروا الصنوبر، رح نضيف البصل والثوم وكمان الطماطم مع بعضهم البعض، ما بأس خلي كله يدبل مع بعضهم البعض لأنه النار قوية والكمية صغيرة ما بيأثر. هون خليهم يدبلوا مزبوط تياخدوا الخواص والنكهة المزبوطة. أنا هون عنا الأفوكا، الأفوكا اللي موجود عنا هون دايما
بقص السكينة بهالطريقة، بشيل بزري و بنقطعها، بنسمها هون هيك تقشير سهل وسريع. نحن بدنا نزين طبق الجاط من فوق، هون ما بقى يصير خشبة الخضرة كلها للباستا نفس الطعمة. هون بندبله مزبوط، كمان في عنا نحن جبنة الموتزاريلا. يا سلام، أطباق شهية للغاية، اليوم رح تنبسطوا فيها مشاهدينا، بس جربوها رح تتلذذوا بطعمتها وتحسوا فعلا هالطعم مميز. جبنة الموتزاريلا نقطعها تبع البيتزا، نقطعها إلى مربعات، هون رح ضيفها كمان أنا ندوبها. شوفوا هون هلا كله هال بصل والثوم، أنا رح ضيف قبل ما أروح لفاصل رح نشوف الباستا. هون الباستا بعدها سخنة، وبما إنه بعدها سخنة مشاهدينا بنستفيد منها، بنحطها كمان مع المزيج. وهون نحن ذكرنا الريحان أو الحبق، كمان في عنا الذرة الصفراء. هون رح نفرم الحبق الأخضر، الفلفل الأسود، و الملح. هون الجبنة بلشت تذوب، أنا بدي إياها تذوب. شوفوا كيف عم تذوب، عم تاخذ بعضها البعض، عم تتماسك مع بعضها، شكل شهي جدا. نحن عم نكره، نحس بالبندورة، بالطماطم الكرزية، بالجبنة الدايبة عم تاخذ بعضها البعض، بالريحة الطيبة. هون نحن من دون صلصة، دائما تنوع بأنواع الباستا. هون رح نسكبها أكيد أفوكا، رح نوزعها على الوجه. باستا وطعم ونكهة دائما سر الخلطة، شوية فلفل كمان مع ورقة غار، كمان نعملها بشكل طويع بعض البعض. نحن هون عنا طبق رقائق العجينة مثل ما ذكرنا، هون هالعجينة اللي شويناها أو اللي حمصناها بالفرن. نحن هالعجينة شوي حساسة بس نشتغل فيها، ما بيأثر لأنه نحن مبدئيا بدنا قطعة وحدة بس، حبينا نفرجيكم عليها. لحقصمها بالنص، ومن ثم عندنا هون ذكرنا نحن لبنة الماعز أو جوتشيز، جبنة الماعز طعمتها كثير طيبة. حطينا لها كريم، أنا عاملينها كريم لبناني، حطينا لها القبار، القبار هذا اللي بيستعملوه سمك السلمون، موجود بمربين دائما بالماركت. وأكيد رح تحط لها سمك السلمون هون، رح ندهنها، رح نتلذذ بطعم ومذاق رائع جدا. هون شوفوا كيف بهالطريقة ندهنها دهن. يا سلام، طبق كتير طيب. إذا في حال كان عندكم ناس حدا وحبيتوا تفاجئوه بشيء مميز، ودائما نحن حلو دائما نطلع من شيء اسمه روتين أو من شيء اسمه دائما نطبخه على طول، فبهالطعم الطيب أنا هون بدهنها. كمان عنا الصوص اللي عملناها كمان كتير اوكي. هون نحن فينا نزين كمان بالشمر، انا هون حط قطعة، كمان حط قطعة تانية. و
وراح احطها كمان على الصوص لحتى نحن عم ناكل خبزه نحس بهالطعم الطيب. هون في عنا نحن القبار كمان زين ورشه من البابريكا واكيد في عنا من الشمر هون تنزين فيها هجات. مبدئيا هجات عنا هون صار جاهز بطعم ومذاق رائع جدا. اطباقنا اليوم مشاهدينا مثل ما شفتوا كمان فيها فن، فيها سر خلطة، متواضعة كمان نفس الوقت، مانا صعبة يعني ممكن ست البيت تتعلمها، انتو بس تكون في عندكم شوية تركيز دايما مع الشيف ريتشارد ببرنامج سر الخلطة، أكيد رح تتعلموا أشياء كثير طيب وتجربوها وتبيضوا وجهكم وتكون انتو دايما رقم واحد بالطبخ. بتمنى لكم